اهلا 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 بيكم، وحشتوني جدا. ايه رأيكم في الكيكة الجميلة الهايلة دي؟ كيكة هتناسب كل مرضى السكريين، هتناسب الكيتوجينيك دايت، هتناسب اللو كارب، كل الناس اللي عايزة تاكل حاجة حلوة ولكن هيلسي. الكيكة بتاعت النهاردة هتبقى مناسبة جدا ليكم. عايزين نعرف بقى مقادير الكيكة الحلوة دي عاملة ايه؟ هقول لكم حالا اهو، بس نقطعها مع بعض ونشوف شكل الكيكة والصوص بتاعها وهو بينزل، حاجة كده توجع القلب تخلينا عايزين يعني هوب نقفل الفيديو ونقوم نعمل بسرعة وصفة النهاردة. اقطع بقى قطع كده قدامكم، ايه رأيكم؟ شايفين اصلا، شايفين الصوص؟ يعني احساسكم ايه؟ قولولي قولولي احساسكم ايه. انا بصراحة يعني مش قادرة اقاوم. شايفين الحلاوة؟ يعني انا هقطع قطعة كده بس كده لبنتي حبيبتي واديها شوية صوص حلوين كده، يعني حاجة بصراحة صعبة، حاجة صعبة جدا. الكيكة بتاعتنا الحلوة اهي، شايفين من جوه عاملة ازاي؟ طرية قوي، ممتعة جدا وهتعجبكم قوي. يلا بينا نشوف مقاديرنا. يلا بينا. مقاديرنا النهاردة اللي معانا، هنبقى محتاجين 9 معالق من دقيق جوز الهند. هنحتاج 9 معالق دقيق جوز الهند. ممكن تجيبي جوز الهند وتعمليه في البيت تطلعي منه الدقيق، أو تشتري دقيق جوز الهند عادي خالص. وهنحتاج 2.5 معلقة من الكاكاو، 2.5 معلقة كبيرة. وهنحتاج 8 معالق سكر ستيفيا او سكر سويتال زي ما انت عايزه، المهم يكون خالي من الاسبرتام. والتمن معالق على حسب السكر، يعني انا طبعا هعملها لبنتي فيعني هي بتحب الحاجه مسكره، فانا هحط 8 معالق. اللي عايز يحط اكتر، اللي عايز يحط اقل، على حسب ما انت بتبقى على حسب السكر بتاعك. وطبعا هنحتاج رشه فانيليا، وهنحتاج 3 معالق بيكنج باودر، 3 معالق صغيره بيكنج باودر. وهنحتاج 1.25 معلقة كربوناتو، وهنحتاج رشه ملح، والملح اللي احنا بنستخدمه يا اما يكون دكتور سولت او ملح الهيمالايا طبعا، فهنحتاج منه رشة ملح. وهنحتاج 8 بيضات، 8 بيضات في درجة حرارة الغرفة، ما يكونوش في التلاجة، يعني البيض اللي انت هتستخدميه يكون في درجة حرارة الغرفة. وهنحتاج كريمة، طبعا كريمة الخفق اللي انا مستعملاها للأسف انا شارياها من بره مش عاملاها في البيت، بس طبعا خليني اقول لكم ان انا ما بحبش اشتري حاجات كتير من بره، بس انا كنت مستعجلة فاشتريتها. لو احنا اخدنا بالنا كنت انا قلت لكم في حلقة اللي بتاعت اللايف ان في حاجة اسمها اي نمبرز، ان احنا لو قريناها من على العلبة، مش عارفة هتبقى واضحة قدامكم ولا لأ، لو احنا جينا نقرا هنلاقي مكتوب حرف اي 440، اي 407، تمام. الاي نمبرز دي اللي انا كنت كلمتكم عليها ان احنا مش عايزين نستخدمها كتير، لان طبعا على المدى البعيد بتدخلنا في مشاكل وبتدخلنا في امراض. ولكن طبعا انا مش كل يوم بستخدم الحاجات دي، انا معظم حاجتي بتبقى طبيعية، فلما يبقى نادر ان انا هستخدم كريمة خفق مش هتبقى كل، مش هيبقى كل يوم، ما هيش هابتس عندي، فاذا ما فيش مشكله لان انا ما كنتش عاملاها. طيب هنستخدم كريمه خفق قد ايه؟ هنستخدم 1/3 كوباية او اقل من ربع، حاجه بسيطه. وهنحتاج للزبده، هنحتاج 11 معلقه من الزبده، يعني ممكن تبقى 1/2 كوباية الا حاجه بسيطه، يعني بالظبط 11 معلقه من الزبده، وبرده تكون في درجه حراره الغرفه. دي كده المقادير بتاعتنا. هنبدأ نخلط المقادير الجافة الأول على بعض. الدقيق بتاعنا هوت، وهنبدأ نحط عليه الكاكاو، 2.5 معلقة زي ما احنا قلنا، دي 1، 2.5، تمام. وهنستخدم البيكنج باودر بتاعنا زي ما احنا قلنا، 3 معالق صغيرة، 3 معالق صغيرة، 1، 2، تلاتة. وهنحتاج طبعا كربوناتو، 1.25 معلقة، ادي كده معلقة، وحاجة بقى ايه بسيطة خالص تبقى 1.25 معلقة. وهنحط رشة ملح، رشة ملح حاجة بسيطة خالص زي ما احنا قلنا، الملح
ما يكونش الملح اللي هو الطبيعي، لا احنا عايزين الملح اللي هو مش الملح الصناعي سوري، احنا عايزين زي ما احنا قلنا يا اما دكتور سولت يا اما ملح الهيمالاي. وهنعمل لكم حلقة على فكرة ايه الفرق ما بين الملح ده وده، وليه بنستخدم دوت، والمعادن والفيتامينات واليود والقصة دي. بس احنا دلوقتي في الوصفة بتاعتنا الجميلة دي، عايزة اقول لكم الكيكة دي لما هتعملوها لازم تعملوها، يعني ما ينفعش ان اي حد بيسمعها دلوقتي ما يجربهاش ويخش ويعملها، مش هتاخد وقت. وعايزة اقول لك كمان التسوية بتاعتها سهلة، يعني عايزة تسويها في مايكرويف هتسويها، عايزة تحطيها في الفرن زي الفل، وطريقتها مش هتاخد اي مجهود منك خالص. كده المقادير الكافة عملناها على بعض. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدأ نضرب البيض مع الكريمة مع الزبدة طبعا بمضرب الخلاط، وهضرب البيض لحد ما يعمل زي فوم كده، او يبقى يعني هيدينا حجم كويس قوي نعرف نطلع بيه كيكة حلوة. وهرجع اقول لكم شكل البيض بعد ما ضربته هيبقى شكله عامل ازاي. وده البيض بعد ما احنا ضربنا، حطينا طبعا الكريمة مع الزبدة مع السكر مع الفانيليا والبيض وضربناهم بالمضرب. بس خلي بالكم انا غلطت غلطة في المقادير الجافة، انا حطيت معلقة وربع بيكربوناته، فانا ما هشوف بقى النتيجة هتطلع عاملة معايا ازاي، يعني اكتشفت الغلطة دي. فانتوا هتحطوا معلقة الا ربع كربونات، معلقة الا ربع، تمام. ده القالب بتاعنا اللي انا هحط فيه ده، طبعا ممكن ادخله عادي في الميكرويف. هنحط المقادير كلها على بعض، سواء المقادير الجافة على مقادير الايه السايل، هنخلط الاتنين مع بعض. وخلي بالكم زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان الطهي ده مهم جدا، اواني ان احنا نستخدمها نبقى احنا عارفين الاواني اللي احنا بنستخدمها، يعني انا ما ينفعش ادخل المايكرويف حاجات بلاستيك، ايفن حتى لو هي الحاجه دي معروف ان هي تمام، يعني في ناس تقول لا البلاستيك ده يخش المايكرويف عادي، لا ما هو السيف برضو المايكرويف ندخل فيه الحاجات تكون ازاز، ما تكونش حاجات من اللي هي بلاستيك، نستخدم اللي هي الحاجات الازاز. طبعا هنخلط المكونات مع بعض، هنخلطها وهرجع لكم برضه اوريكم شكلها بعد ما خلطتها هتبقى عامله ازاي. انا خلطت معاكم وجبت بس المضرب كده بعد ما احنا خلطناها. بمضرب عادي، يعني احنا مش محتاجين مضرب كهرباء ولا حاجه، مجرد بس المضرب يخلط معانا كل المقادير مع بعض اللي هي السوائل مع الجافه بس كده زي الفل. كده الكيكه بتاعتنا جاهزه ان احنا ايه ندخلها، سواء بقى فرن على درجة حرارة 180، وطبعا عارفين احنا بنشوف سوى الكيكة ازاي، مثلا مدة 50 دقيقة، ساعة الا ربع في الرينج ده. انا عن نفسي احطها مايكرويف، يعني اللي مش عايز يدخلها مايكرويف او ما عندوش مايكرويف يقدر ان هو يستخدم الفرن عادي خالص. هساوي بس الصينية بتاعتنا تمام قوي كده. كده الكيكة بتاعتنا جميلة، هدخلها الميكرويف. وانا بدخلها الميكرويف هعمل ايه بقى؟ هعمل الصوص بتاع الشوكولاتة، يعني احنا عايزين بقى الصوص اللي الولاد بتوع ولادنا بيحبوه يبقى نازل كده من على الكيكة كده، يبقى طعمه يجنن. وهو طبعا في الميكرويف او هو في الفرن هنبدأ نعمل الصوص بتاعنا. هنحتاج مقادير ايه بقى للصوص؟ هنحتاج 1.5 كوب كريمة، وهنحتاج طبعا زبدة ربع كوباية زبدة، وهنحتاج 3 معالق كبيرة كاكاو، والسكر والفانيليا، والسكر طبعا على حسب الرغبة. هنعمل ايه؟ هنجيب طبعا حلة عادي خالص وهنحطها على البوتاجاز، وهنحط 1.5 كوباية الكريمة بتاعتنا، وهنحط عليها الزبدة، ونحط عليها الكاكاو والسكر والفانيليا، ونبدأ نضربهم على البارد. وبعد كده نبدأ نحطهم على نار هادية لحد ما نلاقي الكريمة بقت معانا صوص جميل نقدر ان احنا نسقي بيه الكيكة من العلوش، تمام. يبقى احنا هنحتاج 1.5 كوباية كريمة، وهكتب لكم برضو المقادير في الديسكريبشن تحت بحيث يبقى كلنا عارفين مقادير الوصفه بتاعتنا النهارده. هتبقى 1.5 كوباية كريمه، هنحط معاها ربع كوبايه زبده و3 معالق كبيره كاكاو مع السكر والفانيليا، ونضربه مع النار لحد ما يعمل معانا صوص الشوكولاته، وساعتها نحطه على الكيك. دلوقتي انا هدخل الكيكه بتاعتي جوه الميكرويف، وهروح اعمل الصوص الشوكولاته، وهوريكم شكل الصوص عامل ازاي والكيكه بتاعتنا لما تطلع، ونحط عليها الصوص بتاعنا وناكلها بالهنا والشفا. عايزه اقول لكم ان انا بنتي واقفه جنبي دلوقتي بتقول لي يلا يا ماما صوري عايزه اكل، يعني مش عايزه اقول لكم هي مش قادره تستنى اصلا. ايه رايكم؟ دي الكيكه بتاعتنا اهي، جميله 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 وهشه وطريه وممتعه. طبعا عملتها في الميكرويف، يعني مفيش اسرع من كده. عايزه تحطيها في الفرن ما عندكيش مايكرويف زي الفرن، تعالوا بقى عايزين نقلبها.
نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، نقلبها عشان نبدأ نحط ايه الصوص بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم؟ طبعا احنا بنشوف سوى الكيكه بالسكين زي اي كل ام عارفه الكلام ده يعني. بصوا سخنه لسه وفظيعه. هنبدا نحط الصوص بتاعنا. زي ما انا قلت لكم الصوص هنعمله بطريقه سهله وبسيطه خالص. هنحط الكريمه مع الزبده مع الكاكاو مع السكر على حسب الرغبه، يعني شوفي سكرك ايه وتبداي تحطي السكر بتاعك. طبعا احنا ممكن نقسمها كمان طبقتين، يعني انت لو انت عايزه تدلعي ولادك تبداي تقسميها طبقتين، وطبقه تحطي عليها من الصوص بتاعك وبعد كده تحطي الصوص التاني على الوش. انا بصراحه زي ما قلت لكم من اول الحلقه انا مستعجله، هي عايزه تاكل حاجه حلوه فقلت لها حاضر، فحلو قوي كده زي الفل. هنبدا نحط لها الصوص كده على الوش وينزل يسيح بقى كده ويعمل شغل جامد يعني قلبي ما بستحملش يا جماعه. عايزه اقول لكم يعني مريض سكر كيتو لو كارب، اي حد يقدر ياكلها بالهنا والشفا، حاجه هيلثي اهو زي ما انا وعدتكم دايما. مفيش حرمان، احنا هناكل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها حرمان، ما عندناش الكلام ده. هنقطعها كمان شوية ونشوف طعمها عامل ازاي. انا حبيت بس ان انا ايه احطها لكم كده معانا. ادي الصوص، الصوص الرهيب، صوص الشوكولاتة ده سهل جدا على فكرة. شايفين المنظر؟ انا عارفة ان المنظر قاسي بس معلش يعني ايه نستحمل مع بعض. هي فظيعة الصراحة يعني، جميلة جدا جميلة. صوص الشوكولاتة فظيعة 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 فظيعة، حلوة قوي. اجيب بقى سكينة ونبدأ نقطعها مع بعض ونحط المكسرات بتاعتنا. مفيش برضو مكسرات، عادي جدا احنا بنتعامل في كل حاجة على فكرة، ما عندناش مشكلة خالص. نحط مثلا مبشور جوز هند زي ما انت عايزة. انا ابدأ اقطعها بس كده. مين اللي نقل هيلسي حرمان؟ يعني اعتقد احنا كده دلوقتي كسرنا القاعده، يعني اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بيقولوا انتوا حارمين نفسكم وهتستحملوا الكلام اللي بيتقال ده، الكلام ده مش مظبوط. احنا بنقول لهم الكلام ده مش مظبوط. عايزين بقى نحط بقى ايه عن كل واحده كده عين جمل، تمام. عايزين نحط بندق برضو معانا، مش عايزين نحط مكسرات خالص، ما عندناش مشكله. عايزين نحط مثلا مبشور جوز هند زي الفل اللي احنا عايزينه. مفيش ولا احلى ولا اطعم ولا اجمل من كده. ايه رايكم؟ مين هيجرب ويديني رايه؟ انا عايزاكم تجربوا وتكتبولي في الكومنتات. ها ايه رايكم؟ جميله صح؟ هتجربوا وتقوليلي في الكومنتات رايكم ايه. زي ما احنا قلنا مناسبه للكيتو والناس السكريين. طبعا انا بيجي لي كومنتات كتير من امهات يا حبايبي ولادهم سكر من النوع الاول، وانا وعدتكم ان انا هقدم لكم كل الحلويات عشان ما يحسوش ان هم حارمين نفسهم من حاجه. اعملي لهم الكيكه وياكلوا بين هنا والشفا، مفيش فيها اي حاجه. وهنزل لكم على فكره فيها قد ايه برضو فات، وفيها قد ايه كارب، وفيها قد ايه بروتين، يعني هقول لكم برضو السعرات بتاعتها قد ايه بحيث كل قطعه تبقى انت عارفه السعرات بتاعتها. والحمد لله يعني ان شاء الله قصه البيكربونات اللي انا عملتها دي ما سابتش اثر كبير يعني. يا رب تاكلوها بالهنا والشفا وتجربوا وتقولوا لي رايكم بامر الله. واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.